المشروع، ازاي تقدر تزود عدد المشتركين. انا لسه بادئ قناة جديد وبقى عندي 164 مشترك، والطريقة قانونية، الطريقة سهلة جدا، ولكن ارجو الدعم والاشتراك في قناتي عشان يصلكم كل جديد. اول حاجة عندنا هنا الموقع، الموقع ده فيه منه مجانا وفيه منه فلوس. الموقع ده كل مهمته ان هو بيزود لك عدد المشتركين بطريقة قانونية، يعني بيجي لك اشهار، بيجي لك اشهار بكل مشترك هو بيجي، عشان اليوتيوب ميحسش ان انت بيجي لك مشتركين وهميين او صفحات غير قانونية. الموقع ده هتستخدمه ازاي؟ الموقع ده سهل جدا 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 عشان تعرف تستخدمه. أول ما تفتح الموقع طبعا هتضغط على الثلاث شروط هنا، هتضغط هنا على التطبيق، تكتب يوتيوب سبسكرايب، تضغط عليها. هنجيلك في صفحة زي كده، هو هنا بيطلب منك حاجة بسيطة خالص، بيطلب منك ان انت هتحط الرابط بتاع القناة عندك، تمام، تيجي تدخل الفاضية دي، وهنا بيوضح لك بيقول لك ان كل لما تتم العملية هيتم الإضافة لقناتك في خلال 15 دقيقة فقط، يعني في خلال 15 دقيقة هيتم إضافة مشتركين لقناتك. هنا هو هنا بيعد علشان انا كنت عملتها قبل ما اعمل بس الفيديو، تمام. تاني حاجة، ازاي تعرف بقى تجيب الرابط بتاع القناة بتاعتك؟ بطريقة سهلة جدا، نطلع خالص نضغط على اليوتيوب، استنى لما اليوتيوب يفتح زي كده، هنضغط هنا على قناتك، بعدين هنحط ثلاث شروط، بعدين هنعمل المشاركة، بعد المشاركة هنعمل نسخ الرابط، نطلع خالص من القناة، هنخش هنا على الموقع، هنخش هنا، هنا طبعا هيجيب لك هي التحقيق على أساس إن أنت هتسلم شروط، تم التحقيق وبعدين هتروح هنا على تنكيت. هنا بعد ما تسكت يقول لك لازم تستنى 5 دقايق على الصفحة، متقفلهاش، يا إما تقفل الصفحة خالص وترجع بعد ساعة. أنا رأيي إن أنت تستنى 5 دقايق ويبقى أحسن لك، بس تقدر تتم العملية دي، بس الأحسن إن أنت تتمها يعني كل ساعة مثلا تخش على الموقع وتجيب لك مشترك أو مشتركين. وكده إن شاء الله نقدر نحقق الشروط. أتمنى إن يكون شرح مفيد، وهسيب لكم رابط المقطع في أسفل الفيديو. إن شاء الله كلنا نستفيد وأتمنى تستفيدوا. كلنا نطلبوا بس الاشتراك في قناتي والدعم، وإن شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.